مساء السعادة والدلع عليكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج دندشة معاكم. والنهاردة بقى هندلعكم. النهاردة الحلقة استكمال لحلقة الجمال. طيب هنعمل ايه بقى علشان ندلع روحنا ونوصل لدرجة الجمال المطلوبة دي؟ النهاردة معانا الدكتور مي عماد. اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا خبيرة بحضرتك. التغذية والسمنة العلاجية، منورانا في البرنامج. ده منور حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليكي. النهاردة احنا عندنا جمهور متشوق جدا 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 يسمع لحاجات مهمة، حاجات ازاي هنقدر نوصل ليها وتحقق لنا الدلع وتحقق لنا السعادة. اكيد طبعا. دكتور مي، احنا عايزين دلوقتي نحط لستة او طريقة معينة نعملها علشان ما نحرمش نفسنا من الاكل، يبقى فيه اكل يعني زي ما بيقولوا كده هيلثي ستايل او اكل صحي، وما نعملش بقى دايت الحرمان ونعذب روحنا. اكيد طبعا. اول حاجة هو الدايت مش حرمان، احنا محتاجين نمشي على عادات صحية نعود نفسنا عليها، ولو مشينا عليها بشكل صحيح احنا دايما هنفضل عندنا بنزيد عضلات، بنقل في الوزن، بنزود حرقنا، ما بيحصلش عندنا نقص فيتامينات. اول حاجه طبعا لازم نهتم بشرب المياه الكفايه على مدار اليوم، يعني انا ما سيبش نفسي بس اجي اشرب ميه وانا بس عطشانه، لا طبعا. معنى ان انا وصلت للعطش يبقى انا كده جسمي في حاله جفاف، يبقى انا في المرحله دي هايدريشن، انا مش عايزه اسيب نفسي لغايه لما ابقى عطشانه. معنى العطش يعني انا دلوقتي جسمي في حاله جفاف، انا عايزه دايما اكون ويل هايدريتد، يعني ناخد معانا دايما ازازه مملية ونفضل نشرب منها. طبعا دي حاجه اساسيه. المياه مفيده جدا للحرق، مفيده جدا للهضم، مفيده جدا للدوره الدمويه، مفيده جدا لزياده معدل الحرق زي ما اتفقنا، مفيده جدا للشعر والضوافر والبشره ووظائف الكلى. فالميه احنا في مفهوم خطا بالنسبه للميه، الميه بس بتتشرب اثناء العطش، لا انا دايما بشرب، دايما بخلي جسمي ويل هايدريتد، لازم اهتم بكميه المياه اللي انا بشربها على مدار اليوم. طيب يعني نقول للمشاهدين ان انتوا اعملوا نظرية الزمزمية بتاعت الاطفال بتاعت زمان، املوا معاكم شوية مية وحطوهم جنبكم في كل وقت، وكل شوية اشربوا بقين مية كده. دي اهم حاجة. ما سيبش نفسي بس الناس كلها بتشرب بس اثناء العطش، لا انا بشرب على طول، حتى لو انا مش عطشانة انا بشرب، بخلي جسمي في حالة well hydrated، ما بيبقاش في dehydration state اللي هو ايه في مرحلة الجفاف. تمام، دي اول حاجة طبعا. تاني حاجة طبعا لازم اهتم بالرياضة، مش معنى الرياضة يبقى هي لازم الرياضة، مش لازم اروح الجيم، ممكن ظروفي ما تكونش سامحة، ما فيش وقت ليا للجيم، فممكن اتحرك بشكل طبيعي. معنى ايه؟ ممكن بدل ما انا بستخدم الاسانسير ابدا اطلع على السلم، لو انا مثلا بركب العربية اركنها بعيد شوية من على البيت اتمشى، المهم ان يبقى في حركة على مدار اليوم. واليوتيوب مليان، يعني ممكن حتى لو نزلتي شوية برامج او حاجة تعملي رياضة بسيطة، يعني مش اكيد ضروري. طبعا الحركة بتفيدنا جدا في ان احنا بنزود معدل الحرق على مدار اليوم، بتفيدنا في طبعا في زيادة الكتلة العضلية، بس طبعا مش لازم زي ما اتفقنا ان احنا عشان نتحرك يبقى لازم هنروح الجيم، يبقى لازم هنروح النادي، لا ممكن ظروفي ما تكونش سامحة، وقتي أكيد. مش سامح، أكيد. فأحاول اتحرك على مدار اليوم بأي وسيلة. هي. تمام. طب في وجبات معينة او اكل معين تقولي ان احنا لازم ندخله في الوصفة يعني او الاكل اللي احنا بناخده علشان يعلي معدل الحرق ده؟ طبعا هو اهم حاجه ان انا لما ما اسيبش نفسي على مدار اليوم من غير اكل، يعني مثلا انا لازم اكل 3 وجبات رئيسيه، ما افضلش طول اليوم من غير اكل واجي بالليل اخد ايه وجبه واحده. في ناس بتفتكر ان هي لما تاكل وجبه مره واحده في اليوم فده كده بيساعدها ان هي تنزل في الوزن وبيساعدها في الحرق، لا ده طبعا غلط. انا كل ما باكل كميات قليله وكل عدد مرات اكتر كل ما بزيد حرقي، ونوعية الطعام اللي انا بختاره الكواليتي الطعام ايه هي اللي هي تزود الحرق، طبعا البروتين. ليه البروتين؟ لان البروتين بياخد وقت في الهضم، اثناء الوقت الهضم ده جسمي بيحرق سعرات حرارية، بلس ان البروتين بيحسس بالامتلاء والشبع لفترة طويلة لان هو مش بيتهضم بسرعة، وطبعا البروتين بيساعدنا في بناء الكتلة العضلية، فطبعا لما بيزيد كتلة العضلية بيزيد معايا ايه معدل الحرق. الحرق. تمام. فالبروتين مهم جدا ومهم للبشرة ومهم للشعر، الشعر اصلا 90% منه بروتين. تمام. نهتم طبعا باكل الاسماك،
مرتين في الاسبوع، ده مهم جدا، وبالذات الاويلي فيش، الاسماك الدهنيه زي السردين وزي السلمون، هي دي اسماك دهنيه بس دهون نافعه الجسم محتاجها، بلس ان هي سعرات الحراريه بتاعتها قليله. تمام. نحاول نعود الاطفال شويه، بيجي لي كتير قوي ناس في العياده الاطفال مش حابه السمك، يعني هي مش متعوده على السمك، مش حابه، مش متقبلاه، فنحاول نعود برضو الاطفال على السمك، وبالذات برضو زي ما اتفقنا الدهون ايه الصحيه زي الاويل فيش اللي هي الدهون النافعه. تمام. زي السردين وزي السلمون. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل الحلقه الشيقه جدا مع الدكتور مي عماد، وانتظرونا بعد الفاصل نكمل ونشرح لكم طرق ازاي تقدروا تعملوا دايت من غير دايت.